حقه والمجد الأبد آمين. جاي من قلبي يا رب احكي لك، وبكل دمعي انا بشكي لك. جاي من قلبي يا رب احكي لك، وبكل دمعي انا بشكي لك. اقبل مني يا رب انا تبتي، اديني الحكمة واديني مدينتي. اقبل مني يا رب انا تبتي، اديني الحكمه واديني مدينتي. اقبل تبتي، دمع الخطيه بيصرخ جيت اديني يا ربي حياة. دمع الخطية بيصرخ جيت اديني يا ربي حياة. سكبت طيبها عليها ناديت، تعالي توبي قولي ضميت. سكبت طيبها عليها ناديت، تعالي توبي ليها ضميت. اقبل مني يا رب انا توبتي، اديني الحكمة واديني مدينتي. اقبل مني يا رب انا توبتي، اديني الحكمة واديني مدينتي. اقبل توبتي، دمع بطرس كان شلال، مليان قوة تهد جبال. دمع بطرس كان شلال، مليان قوة تهد جبال. نادى عليه بقلبه وقال محتاج لك يا يسوع تعال. نادى عليك بقلبه وقال محتاج لك يا يسوع تعال. اقبل مني يا رب انا توبتي، اديني الحكمة واديني مدينتي. اقبل مني يا رب واديني الحكمة واديني مدينتي. اقبل توبتي، تهت وتاهت مني دروبي. مهما بكيت ما هوفي ذنوبي، تهت وتاهت مني دروبي. مهما بكيت ما هوفي ذنوبي. اقبل مني يا ربي رجوعي، يا يسوع تعالى امسح لي دموعي. اقبل مني يا ربي رجوعي، يا يسوع تعالى امسح لي دموعي. اقبل مني يا ربي انا توبتي، اديني الحكمة واديني مدينتي. اقبل مني يا ربي انا توبتي، اديني الحكمة واديني مدينتي. اقبل توبتي. طويلة مضات والرب معتني بيا،
وكل يوم محفوظ عن أسرع الأبدية. سنين طويلة مضى والرب معتني بيا، وكل يوم محمول عن أسرع الأبدية. ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قيدني، ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قيدني. يسوع سلامي حبه، والقلب بقى فرحان وعينينا من مجدون وتنتهي الأحزان. يسوع سداني بحبه، والقلب بقى فرحان وعينينا من مجدون وتنتهي الأحزان. تبقى السما كلها ليا، أعظم ما فيها فدية. تبقى السما كلها ليا، أعظم ما فيها فدية. ملك الملوك يا يسوع، واتملى فيك بعنيا. يا يسوع يا غالي عليا، ملك الملوك يا يسوع، يا سيد ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد، نفوسنا في انتظار واتملى فيك بعد. ملك الملوك يا يسوع، يا ربنا المجروح، ملك الملوك يا يسوع، يا رب يا بمواهبك الروحية، وانفد يا رب عليا،
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رب يسوع، ممكن مع بداية سنة جديدة تسمح لي أتكلم معاك وأجدد عهودي ووعودي معاك ونبتدي بداية جديدة؟ أنت قلت زيد سنة على سنة لتدر الأعياد، هي عدت سنة وجت سنة، ممكن تجعلها رب سنة أفراح وأعياد. رب يسوع الحبيب، لن أكون للعالم بعد اليوم، أكون لك أنت وحد. أهتف مع سفر القضاء، أنا للرب، لن يسود من العالم بمفاهيمه، هرجع للإنجيل. امنحني أني أخضع لناموسك ونظامك، التسامح، الطهارة والحكمة. هرفض ما هو سائد، مش هكون ألعوبة تاني في يد الشيطان. اديني أكون ضد العالم زي قديسك أثناسيوس، خصوصا أنت قلت ثقوا أنا قد غلبت العالم. أنت قلت يا سيد القدوس، لو كنت من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك بغضكم العالم. أكون بنعمتك في العالم، لكن مش أحب مجد الباطل أو شهوات المخزية تاني. اديني أتبع قول الإنجيل، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته. أنا عرفت يا رب من كلامك المقدس إن محبة العالم عداوة لله. هكون بيك نور للعالم وملح للأرض، مش هتخلى عن مسؤولياتي تجاه الناس، لكن لن أتشبه بهم. أنت قلت لا تشاكلوا هذا الدهر، بل هكون بنعمتك ومسندتك بلا عيب وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كأنوار في العالم. سأحقق قصدك فيه، هفرح قلبك وأروي عطشك، مش هديك تاني خل ومرار، لكن توبة وطهار وطاعة. آه يا رب يسوع، نفسي أكون ليك. آه يا رب يسوع، لو تحرك قلوب الشباب إخواتي عشان يكونوا بالحق شهود ليك، نكون معا شهود لصدق الإنجيل بالعمل مش بالكلام، شهود لإمكانية إن إحنا نعيش بالطهارة وسط عالم مليء بالإباحية والنجاسة، شهود لإمكانية العيش بالحب الطاهر والتسامح وسط عالم مليء بالبغضة والكراهية والحقد والتصارع الرديء، شهود لإمكانية إن إحنا نعيش بالإيمان وسط عالم لا يؤمن بالله بل يؤمن بالمال والقوة والذكاء والعلاقات، شهود لإمكانية العيش بحق الإنجيل وسط عالم لا يقدر الإنجيل ولا مبادئ الإنجيل ويعتبرها من مخلفات عصور قديمة. رب يسوع، أرجوك اجعلها سنة التجديد في كل شيء والتكريس بكل شيء، قلب، فكر، جسد وكل طاقتي، لك عهدي وحبي يا رب يسوع الغالي. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. وإحنا بنودع سنة 2019 وداخلين على سنة 2020، بيدور في بالنا دايما يا ترى إزاي هبتدي السنة الجديدة. كتير مننا حاولوا خلال السنة الحالية إن هم يمشوا في طريق روحي، لكن بعد شوية الواحد بيحس إنه تعب أو بيحس إنه ما فيش رجاء. فأقرأ مع حضراتكم جزء من رسالة معلمنا بطرس الرسول، الرسالة الأولى الإصحاح الأولاني، ونشوف ربنا بعت لنا إيه في الموضوع ده. يقول كده معلمنا بطرس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية بقيامة يسوع المسيح من الأموات لرجاء حي، ولدنا ثانية لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم،
شوفوا الكلام اللي بيقوله قديس معلمنا بطرس الرسول، عندنا رجا ورجا حي، والسماء دي بتاعتنا، محفوظ في السماوات لأجلكم، أنتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. يعني إيه الكلام اللي قلناه من شوية؟ يعني ربنا بيقول لنا كده أنا هحفظكم عشان توصلوا للسماء اللي أنا وعدتكم بيها، محفوظ في السماوات لأجلكم، أنتم الذين بقوة الله محرسون لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. الخلاص ده به تبتهجون مع أنكم الآن تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. طب ليه بنحزن؟ قال لك كده لكي تكون تزكية إيمانكم توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. أيوة احنا بنشوفش المسيح دلوقتي، يقول كده بطرس الرسول الذي إن لم تروه لكن تحبونه، الذي إن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به لما تلاقي نفسك داخل السماء. طب ابتدي ازاي؟ السؤال ابتدي ازاي؟ خد بالك ان السر كله في الكلمة الأولانية اللي قالها معلمنا بطرس الرسول، قال لك احنا مولودين. يعرف يعني ايه مولودين؟ يعني ايه مولودين؟ سأل نيقوديموس مرة المسيح، قال له يعني ايه اتولد؟ اتولد ازاي؟ قال له نيقوديموس اللي ما يتولدش من ماء والروح ما يدخلش السماء. فنيقوديموس ما فهمش. طب بطرس الرسول بيفهم، قال لنا الولادة دي بقيامة ربنا من الأموات. عارف يعني ايه قيامة؟ يعني تحس ان انت ميت خالص، وده الواقع بتاعنا، الانسان ميت في الخطية، وبعدين قال لك تدخلوا الحياة تاني. المسيح عمل كده في القيامة بتاعته، رجع الحياة لجسده تاني عشان خاطر يدينا الإمكانية دي. فانت النهاردة مولود بقيامة ربنا من الأموات. امتى؟ لما دخلت معاه في المعمودية، لما مت وقمت معاه. فأرجوك انت مش بتجاهد لوحدك، أرجوك انت مش هتبتدي السنة الجديدة دي وعمال تعافر وتيجي يا ما تجيش. لا خالص، في المسيحية الموضوع مش كده. في المسيحية لازم تبقى عارف انت معاك ايه فتتضع وتمشي باللي معاك. اللي معاك ميلاد جديد، سنة جديدة اهي وميلاد جديد، اللي معاك إمكانية الله. قال لك كده أنتم الذين بقوة الله محرسون. اوعى تنسى دي، مش بتجاهد لوحدك. أنتم الذين بقوة الله محرسون. محرسين لإيه؟ قال لك لميراث محفوظ في السماوات عشانكم. فحط دي قدام عينيك، وقف قدام ربنا كده وقول له رب أعمل إيه طيب؟ قال لك حاجة واحدة بس تعملها، قال لك تتضع وتسمع كلامه. تتضع وتسمع كلامه بس. عندك مشكلة لو جه حد في يوم من الأيام قال لك أنت أعمى، تزعل ولا ما تزعلش؟ تزعل ولا ما تزعلش؟ طب يمكن أنت مش أخد بالك أنك أعمى، يمكن انت مش اخد بالك. فلو ما سمعتش الكلمه دي هتفضل طول عمرك اعمى. لو انت ما سمعتش كلمه ربنا اللي بتقول لك انت اعمى في الحته دي، لازم تغير. شفتوا من شويه الانبا رافائيل كان بيصلي بيقول ايه؟ بيقول يا رب خليني كده الكلمه دي تشتغل فيا، خليني يعني اتغير. كلمه ربنا تيجي تقول لك انت اعمى، تقول لك من فضلك تعالى انا هشفيك. واحد تاني يقول لها لا انا لكلمه ربنا انا كويس كده انا مش اعمى. ارجوك اوعى، لان ميراث اللي محفوظ في السماء عشانك محفوظ ومستني، فارجوك ما تضيعوش. نرجع تاني ونقول يبقى ربنا ولدنا ولادة تانية عشان يدينا امكانيات الحياة. كلام الانجيل اللي احنا بنعيش بيه العالم كله بيعتبره زي ما قال الامبرافيل كده مخلفات عهد قديم وكلام قديم كده مالوش لازمة، لكن احنا بالنسبة لنا ده كلمة الحياة اللي بتوصلنا للسماء. اقرا معاكم كده جزء اخير من صلاة قبل الاعتراف، الصلاة اللي بنصليها واحنا بنعترف. بص كده الصلاة جميلة بتقول ايه؟ بتقول له كده أنر يا رب قلبي، أنر يا رب قلبي لأرى كم أخطأت وكم أسأت وكم تركت وكم أهملت. حط جنبها بين قوسين السنة دي. يعني أنت ممكن تصلي كده قدام ربنا، يا رب أنا أعمى لكن نور عيني عشان أشوف كم مرة أخطأت السنة دي وكم مرة أسأت وكم مرة تركت، جبت لي انت الكلام وحد عندي بس انا سبته، وكم مره اهملت. وامنحني عزما وحزما على عدم الرجوع الى الاثم، لاثبت في حفظ وصاياك ولاحيا لمجد اسمك القدوس. لو النهارده وقفت قدام ربنا وقلت له يا رب اذا كنت انت يا رب اديتني الولاده الجديده دي، الحياه الجديده دي، انا عايز اعيش بها السنه دي، عايز اعيش السنه دي بقى كواحد مولود جديد
مولود من ربنا بكلمة ربنا، يعني قصدي ماشي على كلمة ربنا، مولود جديد من أجل قيامة ربنا للدهن. وقف كده النهاردة وانت بتصلي اطلب منه الموضوع ده. ربنا يدينا نحن نبتدي بداية جديدة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. Yeah.
وقد حملني كما يحمل الأب ابنه على صدره الحنان. هنصلي نقف نصلي أفتح فيه بالتسبيح. أفتح فيي بالتسبيح وأقول بقلب جارية يا رب يسوع المسيح أعطيني لسان فصيح لكي يسبح اسمك وأشكر فضل أنعامك يا رب يسوع المسيح علمني أحكامك قدس اسمك وعليم ومجد القديسين يا رب يسوع المسيح ارحم صنعتي مستحق ومستوجب التسبيح والتمجيد يا رب يسوع صرخت طول النهار مدت نحوك يدي يا رب يسوع المسيح اسمك حلو عندي جعلت اتكالي عليك يا رب لا تهملني روحك القدوس لا تنزعه مني يا ربي يسوع المسيح بمعونتك اشملني جرحني العدو بسهم وجرحه فيا حق أعطيني جسدك مرهم ودمك لي تريق سبع مرات كل يوم كل يوم أبارك اسمك يا ربي يسوع المسيح اجعلني من قسمك اشتاقت نفسي لك الأرض العطشانة برحمتك لا تنسانا لا تنسى بيعتنا املأها من خيراتك يا ربي يسوع المسيح ثبتها بشهاداتك شهاداتك حلوة في حلقي كالشهد داخل فمي يا ربي يسوع المسيح اغسلني من إثمي نشكر صنع الخيرات نسجد للرب يسوع المسيح رب القوات فلنركع له بخشوع رتب فينا أحكامك وبقولك ثبتنا يا ربي يسوع المسيح ارفع شأن ملتنا ارفع شأن المسيحيين في جميع المسكونة يا ربي يسوع المسيح اشملهم بمعونة وإن كنا فقراء المال اسمك هو يكفينا يا ربي يسوع المسيح وصلاحك يغنينا يجب لك التسبيح ينبغي لك البركة يا ربي يسوع المسيح ينبع كل الخيرات يا رب خلص شعبك وبارك
ميراثك ارفع شأنهم باسمك وورثهم ملكوتك ملكوتك يا إلهي ملكوت أبدي وسيادتك يا ملكي سيادة أزلية أزلية وعجيبة هي أفعالك يا ربي يسوع المسيح سيد كل ممالك ما ملك الدنيا تزول والمال كله فاني يا ربي يسوع المسيح ملكك غير متناهي تنتهي ما مالك تفنى كنوز الأمراء يا ربي يسوع المسيح أنت كنز الفقراء فقراء شعبك غنيهم والمرضى اشفيهم والأيتام ربيهم من فضلك اغنيهم من فضلك ووفي عن المديونين يا ربي يسوع المسيح أنت غنى المحتاجين وإن كنا محتاجين فلنا در ثمينة لأن الحجر الكريم يسوع غالي القيمة غالي القيمة وكريم أغلى من الدنيا تمام اسمه يسوع المسيح الغافر كل أثم غافر كل الذنوب سامع تعترف له كل الشعوب والملوك يسبحون سبحوا يا كل الأمم مجدوا يا كل شعوب يا ربي يسوع المسيح انتم للغنى المطلوب مطلوبنا ملكوتك ومرحمك صاحب جودة وكريم وليس له قط نظير يا ربي يسوع المسيح أنت على الكل بصير بصير ومتطلع عالين لا تحوجنا لغيرك لا نعرف غيرك لا بنجيلك صدقنا أنت هو ابن الله في إيمانك ثبتنا على الإيمان وانهضنا من كل ملل يا ربي يسوع المسيح باسمك نتهلل نتهلل بالمزمور يا ربي يسوع المسيح تسبيحك بهجة وسرور سرورنا تسبيحك بهجتنا هي مجدك يا ربي يسوع المسيح العظمة لك وحدك لك وحدك أنا أخطيت وصنعت الشر أمامك لتصدق في أقوالك وتغلو في أحكامك أحكامك حق وعدل ومرحمك متسعة يا ربي يسوع المسيح ارحم نفسي المتضعة
اتضعت امام مجدك واتكلت على اقوالك يا ربي يسوع المسيح. لا تطرحني على شمالك، على شمالك لا توقفني مع القوم الأشرار. أسألك تقبلني كما قبلت العشر، أصرخ بصوت العشر وأنا براسي امتطي. اللهم اغفر لي الأوزار فإني عبدك خاطي. الخطية من طبعي وانت طبعك بالإحسان، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. الغفران من عندك والرحمة هي من قبلك يا ربي يسوع المسيح. سبلك تاهت عني والعمر فرغ مني. أسألك اقبلني والتوبة أعطيني، أعطيني التوبة وغفران ونقيني من كل عيوبي يا ربي يسوع اغفر لي كل ذنوبي. ذنوبي صقلت فوق راسي كحمل ثقيل قاسي يا رب يسوع المسيح. اشفي كل حواسي، ما رحمك يا إلهي هي كثيرة. لا يحصى لها عددا، ما رحمك يا إلهي أكثر من نبات الأرض. ما رحمك يا إلهي قد فاقت كل عدد، ما رحمك يا إلهي كقطرات الأمطر. من رمل البحر، ما رحمك يا إلهي كينابيع المياه. ما رحمك يا إلهي كالأنهار الجارية. يا رب رحم نفسي، يا ربي خلصني، يا رب محو إثمي بصلاحك. اذكرني قدوس 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 الله رب الصباوت الخالق كل نفوس ورازق هم بالقد. نسألك يا ملكنا أدم رئاسة بطرقنا وشركاء أسقفتنا. آمين الليلويا. أقول لكم كلمتين بس قبل ما نصلي. لو تفتكروا السنة اللي فاتت قلت لكم ان احنا بنفرح نقول السنة الجديدة وبقينا 2020 وعمالين نقول 2020 وكأن العمر بيزيد، لكن العمر بيحصل له يا جماعة بينقص كل سنة تزيد على في التاريخ كده، والخدعة التاريخية ديت ان انا عمري بينقص وبقرب للايه للنهاية. كل ما عدي سنة بقرب للنهاية، وما اعرفش بقى كل واحد فينا نهايته امتى. ده الكلام اللي قلناه السنه اللي فاتت. كلمه تانية صغيره برضو السنه دي، خلي بالكم في حاجه كتيره قوي ناس بتتلخبط فيها. الانسان مكون من جسد وروح ونفس، ثلاث حاجات، الروح والنفس والجسد. الروح فوق
والجسد تحت والنفس في الوسط. الروح بتشتهي للسماويات والجسد ايه عايز الارضيات. والنفس فين بقى؟ النفس هي المشاعر والاحاسيس والرغبات. النفس هي ايه؟ المشاعر والاحاسيس والرغبات. فلما الانسان يكون نفسه، واحد يقول لك ايه انا نفسي في كذا، طب اللي انت نفسك فيه ده جزداني ولا روحاني؟ اللي نفسك فيه ده لو جزداني هتبقى تبع الايه الجسد في الارض، ويقول له ده نفسه جسديه ده. لو انت نفسك في حاجه روحيه يبقى انت تطلع لفوق. عشان كده اللي انا عايز اوصل له بقى، كل الناس معاها الموبايلات وبتفتح حاجات كتير، يقول لك انا هطلع العظه الفلانيه على اليوتيوب او هطلع الترنيمه الفلانيه على اليوتيوب، يجي يطلع العظه مكتوبه كده وتحتيها حاجه وحشه جدا جدا. هو الشيطان كده، الشيطان لازم ايه يدخل لنا باي طريقه. أم أنا بقى إيه؟ أختار إيه؟ هنا النفس بقى. أختار إيه؟ هل أنا نفسي قوية روحياً أو أنا نفسي ميالة للروحيات؟ هاجي ضاغط على العظة ولا الترنيمة وما يهمنيش. لكن أنا نفسي في الشهوة، نفسي في الخطية، نفسي في لذة الجسد، هتضيع نفسي لذة الجسد، هتضيع نفسك. وخلي بالك، خلي بالك قوي قوي قوي، اللي بيتفرج على الحاجات الوحشة بيقولوا حوالي 4-5 مرات يتحول إلى الإدمان. تتخيل بقى إنسان عايز يصلي وعايز يتناول وعايز يجي الكنيسة وهو مدمن في الحاجات الوحشة والجسديات. عشان كده خلي بالكوا قوي قوي، أنا نفسي شكلها إيه؟ اوعى تكون نفسك جزدانية. يعني واحد مثلا يقول لك ايه في مشاعره، يقول لك انا بحب فلانة او انا بحب فلان. طب هل هذا الحب ده، الحب ده مشاعر، يبقى ده تبع النفس. طب نفسك ميالة لايه؟ هل هذا الحب هيبنيني؟ هل هذا الحب لأغراض جسدية؟ ولا ده حب هيوصلني ويبنيني ويبقى حب الأغراض سامية جدا جدا؟ خلي بالك من النفس. ده يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ان الجماعة الرومان زمان لأنهم كانوا جزدانيين جدا، يقول لك كان يخشوا الوليمة ياكلوا ياكلوا أكل بقى ما لذ وطاب ولحوم وأشكال وألوان، وبعدين ياكل ويشبع وقدامه الاكل نفسه فيه وملت بطنه اتملت ونفسه في الاكل ده. اشاف النفس دي بقى، أم كانوا يعملوا ايه بقى؟ يروح يقوم يخش الحمام يحط صبعه في بقه يرجع الاكل ده ويروح ياكل تاني. ياه، شوف النفس الجزدانيه قد ايه وحشه. شوف النفس لما بتميل ناحية الأرضيات. إحنا عايزين نكون نفوسنا مبتهجة فرحانة بالمسيح، فرحانة بالعلاقة مع الله، فرحانة بالكنيسة. عشان كده هنبتدي نصعد دايما لفوق ونحلق إلى السماويات. يا ريت ربنا يدينا القوة ديت، تبقى السنة الجديدة ديت اختار الصح. خليك حازم مع الجسد وحازم مع نفسك بقوة وإصرار. كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ الله؟ وكل سنة وأنتم طيبين. تفضلوا نصلي.
بسم الآب والابن والروح القدس الآله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. يا ريت كلنا نهدأ كده لأنفسنا، كل واحد يفكر، يعني بلاش الوقفة بتاعتنا البصلة نفسنا سرحنا شمال ويمين وواحد الناس عمالة تصلي وأنا سرحان. ركز كده مع نفسك، وزي ما سمعنا دلوقتي من الآباء السنة اللي فاتت دي فيها ايه والسنة دي عايزة ايه، والانتهى ان يراجع نفسه. ارفع قلبك وصلي دلوقت، كل واحد يرفع قلبه ويطلب طلبات خاصة بنفسه ويقدم توبة. ارحمنا 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 يا الله الأبيض بطلق والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يا ربنا الصالح الإله المحب الإله الحنون الذي لا يشاء موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، نشكرك من كل قلوبنا يا رب، نشكرك لأنك جبتنا لهذه الساعة، نشكرك لأنك أعطتنا العمر ده كله وجبتنا لهذه الساعة لكي ما نستعد. إلهنا الصالح أنت القدوس الطيب والحنين، أنت تنظر إلينا بعين الرأفة لأنك أنت يا ربي حلو وحلقك حلاوة وكلك مشتهيات. يا إلهنا الصالح نشكرك على العام الذي مضى بما فيه، حتى لو كنا عدينا بتجارب معينة أنت يا رب دائما قصدك خير وتحول كل شيء للخير. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، ونطلب منك يا رب في هذه الساعة نطلب منك يا رب في هذه الساعة أن تقبل توبتنا، بل نطلب من روحك القدوس أن يحرك قلوبنا للتوبة الحقيقية. يا روح الله القدوس انخص قلوبنا، يا روح الله القدوس الذي يبكت على كل خطية بكت نفوسنا وانخص قلوبنا حتى ما نقدم توبة،
وامسك أيدينا وقدنا حتى لا نرجع للوراء مرة أخرى. يا ربنا يا ربنا يا من أحببتنا لا تتركنا. يا رب العالم العالم يجذب أولادك، العالم يظهر أنه جميل، العالم يا رب يشد كل أولادك. ارحمنا ارحمنا يا رب، أنت الأب الحنين لا تترك أولادك يضيعون ويتيهون ويتوهون في وسط هذا العالم. نحن نعلم أن العالم وضع في الشرير، ونحن نعلم أن العالم رئيسه هذا الشيطان، هو رئيس هذا العالم، لذلك يحرك العالم كله كما يحركون خيوط العرائس. الشيطان يحرك العالم كله في اتجاه الهاوية، والشيطان يحرك العالم كله في اتجاه الهلاك الأبدي. يبص فيهم العقلانية وكأن العقل كل شيء، مع أنك أنت الذي خلقت العقل. يبص فيهم جمال الدنيا ويحوله إلى جمال شهواني مزيف، مع أنك أنت خلقت كل شيء جميلا. الشيطان يا ربي يحل الخطية جدا، ويعطي لذة الخطية في كل وقت وفي كل مكان. حقا يا رب نصرخ مع بولس الرسول ونقول: ويحنا، ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ حينما أريد أن أفعل الخير أجد الشر حاضر عندي. إن في جسدي ناموس آخر يسبيني ويشدني للخطية، ولكن قوتك أعظم، وأنت يا رب الذي تحرر. حررنا يا رب، وحررنا وفك قيودنا، كل القيود، ما تخليناش نسيب قيد واحد ولا خيط واحد، لأن من خيط واحد بيشدنا الشيطان إلى الأرض، ومن ثقب صغير يدخل إلينا الشيطان ويغرق السفينة كلها. يا إلهنا الصالح، أنت الحرية، أنت القوة، أنت العمل، اعمل فينا يا رب. صحيح يا رب إحنا بشر ضعفاء ولابسين هذا الجسد الضعيف، الجسد الميال للأرض، الجسد اللي دايما ميال للأرض لأنه من التراب. الجسد ده من التراب فدايما يجري ورا التراب، وكل ما في العالم تراب ويتحول إلى تراب، كل مباهج الدنيا بما فيها تتحول إلى تراب، وتنحل العناصر محترقة ولا يبقى فيها شيء. كل الأمجاد اللي الناس عمالة تجري وراها من مال وممتلكات وسيارات وطيارات ومنازل وممتلكات وفسح على أعلى مستويات، كل ده يا ربي تراب. ما يكونش هو ده اللي مسيطر علينا يا رب أبدا، بل العالم بجماله أنت خلقته لنا لكيما نحن نكون أسياد هذا العالم. العالم خلق لنا وليس نحن لأجل العالم، ولا نحن من هذا العالم. يا رب حررنا، يا رب قوينا وساعدنا لكي ما نكون أقوياء وأشداء في الحرب. الحرب شديدة والشيطان يحيط بنا من كل جانب، والشيطان يجول كأسد زائر، يجول حولنا ملتمس ومتأهب أن يبتلع أي واحد. يا رب نجينا، يا رب انقذنا من كل أفعال إبليس وخداعات إبليس. يا ربنا يسوع المسيح، يا من أحببتنا حتى الموت، يا من بذلت ذاتك على الصليب
وسفكت دمك السمين، دمك هيغسلنا وهيطهرنا في هذه الليلة، لا تجعلنا نخرج كما دخلنا أبدا وإلا ما الفائدة، ولا تجعلنا نقف أمامك الآن ونخرج غير مطهرين، اغسلنا بدمك السمين، اغسلنا فنبيض أكثر من السلك، اغسلنا يا رب بدمك الذي يقطر على الصليب، واجعلنا جميعا في هذه الساعة نكون منحنين وساجدين تحت صليبك يا رب، ليس سجود الجسد بل سجود الروح والنفس في خشوع أمام صليبك وتحت صليبك، عندما نقف تحت صليبك يقطر دمك السمين علينا فيغسلنا ويطهرنا وينقينا ويعطينا الحياة الجديدة، الحياة الجديدة التي نبغيها، ونأتي لكيما نطلب سنة جديدة ولتكن السنة الجديدة فيها الحياة الجديدة، كل شيء جديد، كل شيء يمجد اسمك يا ربنا يسوع المسيح يا مخلصنا الصالح، أرجوك يا رب نجينا انقذنا يا رب. إلهنا يسوع المسيح، أنت تعلم، أنت تعلم أن لك أولاد كثيرين بعيدين بعيدين، نذكرهم بدموع ونذكرهم وقلبنا منكسر، كيف تترك أولادك يجرفهم طيار العالم، كيف تترك أولادك وليك أولاد دلوقتي يا رب، ليك أولاد دلوقتي يا رب في العالم بيسهروا سهرات شريرة، ارحمهم ارحمنا يا رب، احنا بشر مش عارفين نعمل حاجة لكن انت اللي بتعمل كل شيء يا رب، انقذهم، انخص قلوبهم، نجيهم، مرر الخطية في أفواههم، خلي الخطية تكون مرة، وخلي طريق العالم، حط قدامهم حواجز وسياجات من عندك حتى لا يغريهم الشيطان. إلهنا يسوع المسيح، كل أولادك البعيدين انقذهم، كل أولادك البعيدين افتقدهم، وأنت تعلم يا رب أن في أسر كثيرة تصرخ إليك النهار والليل من أجل أولادهم، أنت تعلم يا رب أن نفوس كثيرة في الكنيسة وفي البيوت يصرخون الليل والنهار من أجل أولادك البعيدين وأولادك المتبردين الذين خدعهم إبليس، نجيهم يا رب وانقذهم يا رب. أيضا يا رب انقذ أولادك الذين يعيشون في سطحية وحياة تافهة لا قيمة لها، ويشغلهم أوي أوي ويشغلهم جدا التفاهات والأمور التي لا تفيد أبدا، يعيشون في سطحية، مع إن ما أجمل العمق، ما أجمل العشرة معاك يا رب، العشرة معاك تشبع النفس والروح والجسد، العشرة معاك يا رب لذيذة وحلوة، وما أحلى يا ربي أن نجتمع جميعا ننهل من عطاياك ومن جمال ثمارك يا رب. إلهنا يسوع المسيح الحبيب، أنت تعلم يا رب أوجاع كثيرة في شعبك، أوجاع كثيرة في شعبك، أولادك الذين مطحونون في التجارب يا رب يسوع المسيح، عنهم، عندهم تجارب كثيرة، اسندهم وخليهم يا رب يقدروا يرفعوا عيونهم للسماء حتى تكون التجربة بسيطة وتعدي بسلام، نجيهم من التذمر، نجيهم من الوقوع تحت ثقل التجارب، وخاصة يا رب الذين وقعوا في أمراض كثيرة، المرضى تشفيهم ومن حول المرضى وزوي المرضى يا رب يتوجعون يمكن أكثر من المريض، أهل المريض وزوي المريض يا رب يتوجعون أكثر من المريض،
أرجوك اتحنن عليهم وسهل يا رب الأمور قدامهم، واديهم نظرة جديدة، واديهم يا رب نظرة للتجربة أنها للخير وأنها للمنفعة، وأنك سوف تحول التجربة إلى الخير، وأنك أنت سوف تحول الآكل إلى أكل، وتحول الجافي إلى حلاوة. يا رب اتحنن على أولادك، أولادك محتاجين إليك يا رب في ظروف صعبة وظروف كثيرة. إلهنا الصالح، لنا أحباء وعائلات مطحونة تحت يا رب ثقل صغر الماديات معاهم، ودخلهم المحدود، ويصرخون كيف يكفي هذا الدخل المحدود، ولكن بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. أرجوك يا رب ادخل في هذه البيوت ولا تجعلهم يشعرون بالمعاناة، وحرك يا رب نفوس أولادك للعطاء، ونفوس أولادك لكي ما يساندوا هؤلاء الناس، لأنك أنت يا رب الذي تعطي هذا وذاك، وكل الخير من إيدك أنت يا رب، وأنك الذي تريد أن تطبطب وتتحنن على كل نفس. يا رب يسوع المسيح، اذكر كل أولادك المطحونين وأولادك الفقراء وأولادك المحتاجين، لأنك أنت غني جدا وعندك كتير يا رب. اعطي الكل يا يسوع. إلهنا يسوع مخلصنا الصالح، طلبة خاصة من عمق أعماق قلوبنا يا رب، نذكر ونتضرع إليك من أجل المشاكل العائلية. ارحم البيوت، ادي سلام للبيوت يا رب، ابعد النكد والغم والهم من البيوت. اعطي للرجل كيف يحب زوجته، والزوجة كيف تحب زوجها، ويعيشون في سلام حتى ما يكون قدوة لأطفالهم. ده يا رب الأطفال بتيجي تشتكي من المشاكل العائلية، كيف تكون هذه الأطفال ونفسيتهم يا رب؟ كيف تكون هذه الأطفال اللي بيجي يشتكولنا من المشاكل ومن عراك الزوج والزوجة؟ الأطفال هي اللي بتشتكي، تبقى نفسيتهم ايه وهيطلعوا شكلهم ايه؟ ارحمنا يا رب، وارحم كل بيت وكل عائلة. ادخل يا رب البيوت واديها سلام يا ملك السلام. ادخل يا رب البيوت وعلمهم الوصايا، وعلمهم يا رب ان يسيروا على حسب وصاياك وعلى حسب انجيلك، فيكونون يا ربي في فرح دائم. أنت مصدر الفرح، أنت مصدر العطاء، وأنت مصدر كل ابتهاك قلب. إلهنا يسوع المسيح، ادخل بيوتنا، ادخل قلوبنا، ادخل حياتنا، لكي ما نكون يا ربي في فرح دائم. إلهنا الصالح يسوع، أرجوك يا رب، في ناس كتير انحرفت وراء الإدمان، نجيهم يا رب، انقذهم يا رب. دول يا ربي ما عندهمش إرادة خالص، دول يا ربي فقدوا الحس وفقدوا العقل، مين يسندهم غيرك؟ مين ينقذهم غيرك؟ انت يا ربي اللي تقدر تحوط عليهم وتقدر ترجع لهم عقلهم مرة تانية. نجيهم يا ربي من هذا الانحدار المؤلم وهذا الضياع الفظيع، نجيهم ورجعهم يا رب، واشفيهم يا رب نفسيا وجسديا وروحيا. يا إلهنا الصالح، كل أولادك وكل شعبك في كل مكان محتاج لك، وكل أولادك يا ربي الموجودين في كل أقصاء العالم، كل أحبائنا وأحباء هذه الكنيسة بالذات يا رب الذين يعيشون في الخارج، ارسل لهم يا ربي سلامك الذي يفوق العقل، ارسل لهم يا ربي فرح وابتهاك قلب لكي ما يفرحوا معنا. وانت يا ربي كما تعطينا نحن الواقفين امامك الان، تعطي ايضا الغائبين يا الهنا، وكما تفرحنا نحن في هذه الساعه، تفرح يا ربي كل الغائبين عننا. يا ربنا يسوع المسيح، اذكر كل اولادك في كل اقطار الارض، اذكر كنيستك، اذكر شعبك،
اذكر كل بيت وكل عائلة. انت يا رب اللي تدخل البيوت وتفتقدها، وانت يا رب اللي تدعو كل اولادك، وانت يا رب يسوع المسيح اللي تفتح جناحاتك لكي ما تضم كل شعبك تحت جناحاتك يا رب، لانك انت تريد، انت تريد، انت تريد ان الكل يخلصون، وانت تريد ان تجمع اولادك تحت جناحيك كما تجمع الدجاجة فراخها، وجناحيك مبسوطتين على الدوام، جناحيكما مبسوطتين على الصليب، انت فاتح احضانك على الصليب لكل انسان على الارض، ولا تغلق ابدا احضانك لأنها مسمرة بالمسامير، وتقول أنا حضني مفتوح على الدوام، قد سمرت بالمسامير حتى تعلم أنه مفتوح لك على الدوام ويقبلك على الدوام. اقبلنا في هذه الساعة، اقبلنا في أحضانك، اقبل توبتنا، سامحنا على كل ضعف عملناه، وعلى كل شر اقترفناه، وعلى كل وصية كسرناها، سامحنا على كل تهاون وكسل، سامحنا على كل يا ربي عمل لا يرضيك يا إلهنا. إلهنا بارك الكنيسة كلها يا إلهنا الصالح، اذكر الكنيسة وخدمتها، اذكر كل خدمة كل الخدام وكل الخادمات وكل مدارس الأحد الابتدائي والإعدادي والثانوي، البنين والبنات والعشيات والقدسات واجتماع الشبان والشبات واجتماع الخدام والخدمات وكل أنشطة الكنيسة يا رب، كل أنشطة الكنيسة لكي ما تكون مثمرة وتكون سبب بركة لكل بيت ولكل عائلة ولكل ابن من أولادك. اذكر يا رب الكنيسة الجامعة، كنيستك في كل مكان، نجي الكنيسة من الانشقاقات، نجي الكنيسة من فعل الشيطان الذي يريد أن ينخر في داخلها بأمور لا تستحق حتى النقاش، وأمور لا تستحق أن الإنسان يتكلم فيها، لكن احنا يا ربي اجعلنا نكون منهمكين في خلاص أنفسنا ومهتمين لأجل خلاص أنفسنا، واجعلنا يا ربي ننظر إلى العلاء. إلهنا يسوع المسيح بارك الكنيسة الجامعة من أول قداسة البابا وكل الأساقفة وكل الكهنة وكل الشمامسة وكل الشعب في مصر وكل البلاد. أخيرا يا ربي نتوسل إليك من أجل بلادنا مصر، احميها يا رب من شر الأشرار ومن مؤامرات المعاندين، واستجبنا إلهنا من أجل شفاعة أمنا العذراء الحنونة التي تشفع فينا على الدوام، ومن أجل رئيس الملائكة الجليل ميخائيل الذي يقف أمام عرشك يشفع فينا على الدوام، وكل مصافر رؤساء الملائكة والملائكة وكل آبائنا الرسل وكل آبائنا الشهداء والقديسين وشهداء هذه الكنيسة المباركة، ومن أجل مريم مرقس والبابا بطرس وشهداء كنيسنا، استجبنا إلهنا واسمعنا حينما ندعوك بكل الشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. Hey.
Hey, 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 hey
Christos Benuti. Amin as ashab. Ya Malik al-Salam, a'atina salam, aqla salamak, waghfir lana khatayana lak al-quwa wal-magd wal-az wal-barak al-abad. Amin. Allahumma ja'alna mustahiqin naqul bil-shukri abana allazi fi al-samawat. Taqaddas ismuk, ya'ti malakut, takun mashi'at, kama fi al-samaa kazalik al-ard. Khubzana allazi al-ghad a'atina al-yawm, waghfir lana dhunubana كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة محبة الله الآب ونبك الحيد رب لنا أن مخلصنا يسوع المسيح شركة ومهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم امدوا بسلام سلام الرب يكون مع جميع كل سنة وانتم طيبين جميعا بكرة في قداس هنا الساعة 7 صباحا وفي قداس في الدير الساعة 8 صباحا وبكرة الأربعة ما فيش قداس من واحدة لثلاثة بكرة عشان هنصلي في الدير الباب اللي ناحية المستشفى مفتوح اللي حب يخرج من ناحية دي